طيب، يمكن كان في عبارة شهيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال بيعايرونا بفقرنا لكن مش هسكت، وفعلا انطلق العمل في كل مكان وكل شبر في مصر علشان خاطر يبقى عندنا سكن بديل للعشوائيات أو المناطق غير الآمنة تحديدا، وأصبح عندنا أكثر من مكان يعني نقل في الأسر اللي موجودة في هذه الأماكن العشوائية، حدث ولا حرج. بنتكلم على الأسمرات، بنتكلم على المحروسة واحد واثنين وثلاثة، بنتكلم على غيط العنب وغيرها من الأماكن الكتيرة قوي اللي بقت موجودة في مصر علشان حلم مصر بلا عشوائيات. تعالوا نروح دلوقتي للأسمرات ونتعرف على أسرة مصرية بتبدأ السنة الجديدة في أحضان بيت آمن في مساكن الأسمرات. قصة بدأت من عشوائيات الدويقة وانتهت في مساكن أدمية وفرتها الدولة المصرية لكل المواطنين علشان يعيشوا حياة كريمة. اسمي احمد طلعت محمد، كنت ساكن في مشيط ناصر في الدويقة، وحاليا دلوقتي قاعد في مكيف الأسمرات. والله اللي اختلف ان احنا كنا قاعدين في المنشأة في الدويقة، تمام. بعض المرافق هناك ما كانتش موجودة كويس او متاحة لينا كمنطقة عشوائية وكده. المكان هنا لما جينا اتنقلنا من مشيط ناصر للأسمرات، المكان اختلف تماما. المرافق موجودة والخدمات موجودة، وحتى التعليم هنا كويس، والكوافر الطبية اللي معمولة من قبل الحي أو من قبل وزارة الصحة حاجة كويسة جدا. أولادي مشتركين طبعا في نوادي الكونغ فو طبعا، واحنا عارفين إن كلها هنا مجانا، والتعليم هنا كويس ومتاح لهم أندية كتير يلعبوا فيها كورة، متاح ليهم طبعا علاجات، كوافر العلاجية زي ما قلت لحضرتك برضو حاجات كويسة منظمة. أنا جيت هنا في محور الأمية، تعلمت حلو، ما كنتش بعرف أقرأ ولا أكتب، بقيت أتعلم حلو وأقرأ لعيالي أخلوهم يكتبوا، ما كنتش بعرف أكتب اسمي بقيت أكتبه، والحمد لله يعني. وبروح ندوات وبستفاد منها كتير، واللي أنا يعني اللي هما بيقولوه لنا وكده بنيجي نعمله وبيعلمونا في الخياطة. هنا الأسمرات ما شاء الله، احنا شايفين طبعا هنا الحي مش مقصر طبعا، في ناس كتير قوي في الشوارع بنشوفها طبعا شغاله تبع البلديه وكده. هناك في طبعا في المناطق العشوائيه حضرتك بتشوف الكمامه مرميه في كل مكان، مناطق الكمامه تجمعاتها في كل ما فيش 3 4 متر بتلاقي مكان متجمع فيه الكمامه. هنا ما شاء الله المكان نظيف جدا، وطبعا جو صحي نظيف لاولادنا ولينا احنا ككبار، وما شاء الله يعني الدنيا كويسه. كنا بنغلف في الدويقه وكده على الانبوبه، دلوقتي الحمد لله الغاز هنا حلو، والميه شغاله وحلوه الميه، والنظافه هنا كتير يعني نظافه كتير قوي عن الدويقه. لا ما كنتش زعلان، انا فرحت ان انا هاجي في مكان جديد، لان البيت الاول كان قديم قوي، وغير المدابغ تعمل عادم علينا، السلوك الكهرباء بيحرقوها وكده وبيعمل عادم علينا، وغير المجاري بتاعت المدابغ كلها كانت بتنزل عندنا كده، لكن انا ما زعلتش انا فرحت. انا كنت ساكن في صلاح سالم ابو السعود، اللي هي كانوا بيقولوا عليها اكشاك ابو السعود، يعني منطقه عشوائيه كان فيها قطع ميه وطفح مجاري فكانت لا تطاق بصحة ربنا، يعني كانت عيشة مش كويسة. أنا كنت زعلان إن أنا سايب وسط البلد جنب محطة المترو الملك الصالح، الجيزة جنب مني، حلوان جنب مني، وسط البلد جنب مني، وكنا زعلانين بصحة ربنا بنفس المكان. جينا هنا لقينا بسم الله ما شاء الله الله أكبر، المواصلات متوفرة جدا جدا، عربيات بتنزل الزهراء، عربيات بتنزل الملك الصالح، عربيات بتروح الجيزة، يعني لقينا المواصلات هنا متوفرة بسم الله ما شاء الله الله أكبر. يعني أنا لما جيت هنا حسيت بهواء نظيف وحاجات حلوة، ولما بتضايق هناك ما كنتش بنزل خالص، قعدت 32 سنة في الحتة اللي أنا سبتها دي ما كنتش بنزل، دلوقتي لما بتضايق باخد الكرسي بتاعي وبطلع بره كده وبقعد.